فروت سالاد بالجيلي كتير بيبقى عندنا، خاصه في الصيف ما شاء الله فاكهه الصيف حلوه قوي. ممكن يكون عندنا فايد عنقود عنب، كمتريه، جوافايه، موزايه. فايه رايكم تعالوا ناخد نخش جوه الثلاجه كده ونجمع كل الفاكهه اللي موجوده عندنا ايا كانت كميتها ايه وانواعها ايه، علشان نعمل بيها يعني نقول ايه تورتايه حلوه كده هتعجب كل اللي هياكلها في البيت. نشوف كده احنا النهارده معانا ايه. النهارده بقى معانا ثلاثه اهم حاجه بقى الجيلي اللي معانا النهارده. احنا النهارده هنستخدم جيلي بطيخ من دريم، جيلي بطعم البطيخ خطير. خلاص عندنا ثلاثه باكيت، هنحتاج كوبايتين ميه مغليين وكوبايتين ميه متلجين. هنحتاج بقى بطيخ متقطع مكعبات صغيرة ومتشال منه طبعا البذر، موز، عندنا كمان تفاح، برتقان، عنب بأشكاله بقى أحمر وأخضر. هنا الكميات مفيش كميات ولا مقادير خالص، هي مقاديرنا بس بتاعة الجيلي. أكتر من كده حطي الفاكهة اللي انت عايزاها واللي متوفرة عندك في المطبخ. فتعالوا بينا كده نعمل ايه، ناخد الفاكهة الأول كده نبتدي نوزعها في القالب أو البايركس اللي معانا. بس قبل ده هجيب نقطة زيت صغننة خالص عشان أقدر أقلب القالب بعد كده بسهولة. فنقطة زيت صغيرة مش كتير علشان ما تغيرش معايا طعم الجيلي. طيب نقطة واحدة بس من الزيت بس كده، وابتدي اوزعها في القالب كله. طبعا كل ما كان القالب بتاعك شكله حلو له رسمة بيطلع شكله جميل جدا. قالب الفروت سالاد بتاعتنا نبتدي كده نوزعها في الطاجن. يعني انا بفضل نعمل حاجة تانية بما اننا عندنا فاكهة كتير كده مش محتاجة رص. فهنعمل ايه بقى؟ طبق كده اخلط فيه كل الفاكهه بتاعتي. ادي التفاح على البطيخ اللي متقطع مكعبات صغننه وما فيهوش بذر خالص، على العنب، عندنا عنب احمر، عنب اخضر، على شرايح كده من البرتقال والموز كمان. زي ما قلت لكم هنا مفيش مقادير، هنا مفيش انواع ثابته، تتغير على حسب المتاح عندنا في البيت. كلنا اتربينا على الموز بالجيلي، كانت اكتر حاجه تبسطنا قوي لما نفتح التلاجه كده ونلاقي ماما عامله لنا جيلي بالموز. يا خبر، وسريع ولذيذ، وبصراحه دريم عاملين لنا 11 طعم مختلفين من الجيلي، فبقى في تنوع رهيب من الفواكه. بصوا الجمال، النهارده احنا نتميز بالالوان يا جماعه، الالوان النهارده مبهجه، الوان الصيف اللذيذه. خلاص كده خلصنا خلاص الفاكهه، قلبناها مع بعض والدنيا تمام. تعالوا بينا بقى ناخد كده القالب ونفضي الفاكهه، شكلها مبهج. هسويها وتعالوا بينا بقى نعمل مع بعض الجيلي. والجيلي زي ما انتوا واخدين بالكم من المقادير كده هتلاقوا مقدار الميه قليل شويه عن اللي مكتوب في العبوه اللي احنا بنستخدمها. ليه بقى؟ اولا لان الفاكهه بتاعتنا بتحتوي على سوائل، ثانيا علشان تبقى معانا لما نقلبها كده الجيلي متماسك، مش مجرد شويه حر يسيحوه وينزلوه. ده كده معيار 2 كوب. تمام، وابتدي افضي عليهم 3 باكت من الجيلي، جيلي البطيخ بتاع دريم. يا ريحته خطيره بجد، ريحته خطيره. الباكت كمان شكلها تحفه جدا صيف وكده، لذيذة قوي. البطيخة اللي فيها حلوة قوي، أحلى من البطيخ اللي بشتريه. الواحد عشان يلاقي بطيخ دلوقتي أحمر ومرمل بقى الموضوع فيه صعوبة شوية يا جماعة. ده عاجب الولاد جدا عندي في البيت، يعني الكتاكيت الصغيرين عندي بيعشقوا الجيلي، وجيلي البطيخ خطير، ريحته حلوة جدا جدا. كده
كده انا فضيت 3 باكيت جيلي دريم بطيخ، ونقلب بقى لغايه ما ندوبه في الميه المغليه. كنا حاطين هنا 2 كوب ميه سخنه بتغلي، هقلب فيها بقى جيلي البطيخ من دريم لغايه ما يدوب تماما. صراحة يعني كلنا بنبقى خاصة بالليل ما تعرفوش ليه تحسوا كده ان احنا قاعدين نفسنا ناكل حاجة ترطب علينا كده، او راجعين من الشغل بقى مفرهدين ونفسنا ناكل حاجة مسكرة وساقعة. فلما يكون عندنا في التلاجة الفروت سلط بالجيلي ده بيبقى خطير وبيرطب كده، وفعلا بناكله كده نشعر بالسعادة. كده خلاص انا دوبت الجيلي تماما في المية المغلية، ودلوقتي جه الوقت ان انا اضيف كوبايتين كمان من المية اللي بتلج او المية المتلجة. ليه بقى؟ علشان ابتدي اهدي من حرارة الجيلي ده قبل ما اضيفه على الفاكهة. كده خلاص جاهزين والجيلي برد قبل ما احطه على الفاكهة. تعالوا بينا نضيف الجيلي، جيلي البطيخ من دريم، على الفروت سلاد اللي احنا عاملينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، شايفين الجمال؟ تحفة. هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي خلاص عملناه وجهزناه، نحطه بقى في التلاجة حوالي 4 ساعات، مش اقل من 4 ساعات، تمام؟ ونحطه في التلاجة لغاية ما يتماسك، ولما يتماسك هنطلعه كده ونفضيه، على نسيبه بس يهدى شويه من حراره الثلاجه، ونسيبه كده في درجه الحراره العاديه كده حوالي 5 دقائق، وبعدين نروح قلبينه. وهتلاقيه اتقلب معاكي بكل سهوله، تقطعي وتقدمي. كمان فكره تانية انك انت ممكن تعمليه في كاسات، كل كاس لوحده على حده يعني، فيبقى اسهل معاكي في التقديم زي ما تحبي. اظن الوصفه سهله جدا جدا، الوصفه بجد هايله جدا.